الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملوا هذا الموضوع ديال محمد الفايد الدكتور وهذا الضجة اللي بقى عليه إلى يومنا هذا، ملي بدات يعني منذ أيام بقى عليه هذه القربالة المعدة. فكيف كتعرفوا بأنه كانوا بدات العريضة، عريضة مضادة إلى غير ذلك، العريضة اللي كتطالب بالإدانة ديالو وتم السحب ديالها من بعد ما الأصوات ديالها كانت قليلة، العريضة الأخرى يعني حسب العلم ديالي شي 150 ألف إلى غير ذلك، مع أنه الأمر ما كانش كيتحتاج يعني نهائيا لهاد البلبلة ولا هاد، ما كانش كيتحتاج لأن أصلا ما كاينش تعارض ما بين علماء التغذية كيف كنقولها دائما وما بين الأطباء، وبأنه هاد التعارض مصنوع، وبأنه المعركة من وراها خلفيات ومن وراها أطراف هي الحقيقية، يعني نهضروا نيشان بلا ما نبقاو نسميتو، وهاد الأطراف هي مستفيدة من واحد الوضع اقتصادي مهدد بسبب الأفكار ديال محمد الفايد وما بين واحد التيار. هاد الاقتصاد لا ديال المواد الغذائية ولا ديال أدوية، وكيتدفعوا خلاص ناس في الواجهة باش يتصارعوا مع الدكتور محمد الفايد. الدكتور محمد الفايد عاوتاني شكون اللي غادي يواجهو؟ غيواجهوه عناصر ما غادين يلقطوا منه الا ديك الله قال الرسول باش يجمعوا كلشي ويطويو ويخلطوا مع الشعوذة مع الشعبوية مع التخلف مع الظلامية وعجن ودفعوا كلشي وصافي. ولكن حنايا كمتابعين بصح كاين اللي غادي يقول لك هذا ماشي عالم غذاء ما خصناش نعلقوا عليه، الاخر غادي يقول لك خصني نعلقوا عليه الاطباء، كاين اللي غادي يقول لك دير بانه خاص داكشي كيتناقش في المختبرات العلميه، كاين اللي غادي يقول لك داكشي خصو يتناقش في 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 المدرجات في المعاهد الى غير ذلك، وبان العلماء والعلم هو اللي خصو يحكم على الدكتور الفايد، وبانه كيستخدم الشعبويه وكيستخدم الى غير ذلك، وبالتالي عنده كفاءه ما عندوش، عالم ماشي عالم، وصفه العلميه كيعطيوها واحد مجمع ديال العلماء وواحد الوثيقه وواحد الشهاده الى غير ذلك. يعني هاد التهمه هذه. بغيت انا غير نعرف بان العلماء المشهورين لحد الساعه لا في التاريخ ديال المسلمين ولا في التاريخ ديال الدول الغربيه، فين عمر شي عالم نجم كان في الزمان ديالو مقبول؟ فين عمرو كان؟ ياك ديما حنا كنتشكاو وتا اصحاب التنوير متنورين، التنوير الفكر التنويري، العلماء ديالهم اللي دابا فولتير وجون جاك روسو وكذا كذا، في عمر شي واحد فيهم كان في الوقت ديالو كان مقبول من طرف المجمعات العلميه اللي كانت معاصره ليهم؟ والو ما كانش. وبالتالي فهاد السلاح ديال العلميه وديال الاجماع ديال الطبي وديال العلم والعلم العلم 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 وخصو الصفه وخصو البلاكه وخصو خصو خصو خص، بمعنى ان هاد السلاح فهو في الحقيقه سلاح فيه شويه ديال هاد الاقوال، هذه فيها شويه ديال المغالطات، لان صفه واش عالم واش ماشي عالم ما كيحددهاش داك اللي كيكون مسيطر في واحد المرحله تاريخيه من المراحل، ماشي هو اللي كيحددها. والدليل ان كل العلماء المجددين كلهم كانوا مطاردين، كانوا مضطهدين في الدول الغربيه. العلماء المجددين كان النتيجه بين الحق والشنق والذبح، وعاوتاني المجددين في الصفوف ديال التاريخ الاسلامي كلهم الجلد والتسميم والقتل والذبح، وكانت كتنعقد لهم المحاكمات بين قوسين كانت سورية، والعلماء كيحكموا ضد هاد العلماء اللي دابا هما مصنفين في الخانه ديال اللي كانوا ديك الساعات مرفوضين، ودابا كيتصنفوا في خانه ديال المجددين. والتاريخ كيقلب الايه، كاع هذوك اللي كانوا كيحكموا بتكفير العلماء المجددين كلهم لم يذكرهم التاريخ، وشكون اللي بقى؟ بقاو الناس اللي كانوا معارضين. وكذلك في الدول الغربيه العلماء والفلاسفه والافلاك كلهم كانت كتنعقد لهم محاكمات سوريه، وكانت كتنزع عليهم الصفه العلميه، وكانوا كيتوصفوا بالهرطاقه وكيتوصفوا بالزنداقه وكانوا كيتوصفوا بالكفر، وكانوا كيتشنقوا وكيتذبحوا الى غير ذلك. وهذوك اللي عقدوا لهم ديك المحاكمات واللي حيدوا لهم ديك الصفات العلميه نساهم التاريخ،
وبقاو المجددين طبعا. اذا باش نرجعوا للدكتور فايد، شفنا بانه هذا السلاح بانه العلم ما العلم وخص يحكمه العلم وكذا والى غير ذلك، وبانه اذا كان كيقول داك الكلام في واحد مؤتمر الى غير ذلك هذا ما دليلش على ان الكلام اللي كيقولوا صحيح، وبان الاقوال اللي كيقولها وداك الزعم اللي كيزعم وداك الشيء اللي كيقول بانه هذاك يفيد غير مع العامه فقط ولكن ما عنده حتى شي حجيه تجاه العلم، هذا كلام غلط. هذا ما تكونش عندنا الديكتاتوريه العلم، لانه التنويريين ولا المتنورين كيتشكاو، كيقول لك بانه التاريخ الاسلامي تاريخ ظلام. علاش؟ لانه كيقول لك دائما الحاكم كان كيوجد حداه فقهاء يكفرون اهل التنوير. اذا ما نكونوش احنا عاوتاني كنطيحوا في نفس التناقض بان راه اللي العقل ديالو مضوي واللي العقل ديالو منور راه منور، سواء حرب او لم يحارب، سواء عطاته المجمعات العلميه صفه العلميه سواء ما عطاتهالوش. زائد فوق شكل المجتمع العلمي على اجماع، واش ما كانش اخطاء فادحه داروها العلماء؟ انا نعطيو غير مثال، هذه تقريبا شهر مثال، هاد الناس اللي كيف العلم والسطوة العلم والديكتاتورية العلم وما عندوش دكتور ما عندوش شهادة ما عنده، المهم بغض النظر حتى ما ندخلش انا في التفاصيل ديال هو يدافع على راسه، غير هو هذا الاستقواء بهذا الجانب العلمي، هذا راه فيه مغالطة. الاستقواء بالجانب العلمي، كورونا فيروس هو راه طبيب عالم هو اللي اكتشفه في الصين، واش دارت له الصين هذه؟ اش دارت له؟ وعندها وزارة الصحة والالوف اللي كيشتغلوا في وزاره الصحه، وهاد الصين بالعلماء ديالها بكل شيء، شنو داروا له؟ داروا له ديك اللغه ديالنا ان كفروه، قالوا السيد غير كيدخل ويخرج في الهضره. اذا العلم ما عمرك تستند عليه بانه هو المعيار ديال ان واحد السيد راه كيقول كلام صحيح او كيقول كلام غلط، هذا ماشي معيار واحد. وما خصناش الا كنا تنويريين ما خصناش نطيحوا في نفس الاخطاء، ديما نبقاو ناخذوا الشرعيه ديال ان الانسان باش يتكلم الشرعيه خصو ياخذها من ديك الفئه المسيطره في واحد الوضع. واش العلم الان في اوروبا هذا اللي كنمجدوه، واش شي واحد يقدر يضمن بانه مستقل وبانه موضوعي؟ ونهضروا في الطب واش شي واحد يقدر يجزم بانه مجال محايد وبانه بالصح عنده ديك الشروط العلميه اللي هي خدمه الانسان كيف ما بغى يكون؟ واش ما كاينش الاهواء والمصالح الاقتصاديه؟ واش ما كاينش علماء في اوروبا كيهضروا بانه راه الفيروسات كتصايب، بكتيريات كتصايب؟ واش ما كاينش علماء واش ما كاينش مؤرخين قالوا بانه الدول ديال العالم الثالث تعرضوا في الفتره ديال من بعد الحرب العالميه الثالثه خداو تلقاو مساعدات، وديك المساعدات كان عن سبق اصرار والتعمد، كانت فيها مواد طبيه عن قصد مضره الطب الى غير ذلك. يعني كنتمنى تكونوا فهمتوا اشنو بغينا نقولوا، ولا هذا نقدروا نزيدوا نفصلوا، هو انه الى بغينا نحاكموا شي حد واش هو هذاك مزيان او لا ماشي هو هذاك مزيان، كاين المعيار ديال الشواهد وكاين المعيار ديال الدبلومات، ولكن كاين اول معيار هو النزاهه هو الاخلاص. راه نقدر نكون انا بروفيسور ونكون دكتور، ولكن النزاهه ممكن تعرض للضعف والقوه، وممكن يكون الدراسه ديالي بسيطه ولكن يكون فيها الاخلاص وغادي نادي المهام ديالي باخلاص. راك شفتوا الطب في عهد هتلر النازيه، شفتوا الكوارث اللي دار الطب ولا ما شفتوش؟ يعني الكوارث اللي دار الطب، وراكم شفتوا الطب في اوروبا خصوصا داكشي اللي دار الاباده ديال الشعب الهنود الحمر
اكثر من 100 مليون اللي تمت الاباده ديالهم، 90% ديالهم تمت الاباده ديالهم بتوزيع مساعدات كلها مبلله ميكروبات وجراثيم وفيروسات. يعني ان العلم الطب واللي العلم الطب عم دروسه غدا نعياو وغدا نرجعو بانه المعيار هو النزاهه، هو الاستقامه، هو مصلحه الانسان. مصلحه الانسان هو المعيار، هو النزاهه. وهالعالم كله دابا كيهضر كيقول لك بانه العلوم والاكتشافات الى غير ذلك ادت بالعالم للباب المسدود. والسبب شنو هو؟ هو انهيار تام للاخلاق والقيم. انهيار تام للاخلاق والقيم. علاش حنايا فيما كنشوفوا شي واحد كيهضر بالعربيه ولا كيهضر بقلق الرسول باش كيسهل علينا اننا نتفكوا منه؟ قال اش كاين هذا شعباوي، هذا كيخاطب غير الغوغاء، ما نهضروش معاه. هذا النقاش العلمي خصو يكون محصور غير في واحد البلاصه مسدوده، يعني ما بين واحد القله. ونقدر نجي انايا نسيطر على ديك القله وتقول داكشي اللي بغيت. يعني الا بغيتو امثله راه موجوده الامثله، راه موجوده الامثله. او نحن كنفضلوا ان الانسان باش يكون عالم وصفه العلميه خصو اولا ما يهضرش بالعربيه، يهضر بالفرنسويه، وما يهضرش مع اي واحد، وما يذكر لا دين لا ملة لا عبادة، ما يذكر حتى شي حاجة، ويجبد الأسماء ديال البروفيسورات والأطباء اللي في أوروبا باش تكون عنده مكانة. ومن الأحسن باش تكون عنده مكانة أحسن وأحسن أننا على برا ما نشوفوه شي واقف مع شي إنسان عادي أو لا شي حاجة، باش تكون عنده ديك الصبة العلمية ويكون دائما بعيد وما كيفهمو تا واحد، وكيدوز في التلفزيون جوج ثلاثة دقائق يهضر واحد شوية ديال الفرنساوية وسالينا. هذا هو العالم بالحقيقة. كان عالم وحاول يدرج داكشي ولا يشرح الناس ولا شعباوي، واخا يكون واعر في الفلك إلا هضرتي ودرجتي الناس وفهموك وحبوك شعباوي، هذا ما نهضروش معاه. كان عاوتاني ديال الضرة ولا ديال الفيزياء ولا شي حاجة، إلا هضر عاوتاني بالعربية وقال الله قال الرسول عاوتاني تا هذا شعباوي حيد. يجي واحد اخر عاوتاني ما نعرف فيزياء النوويه ولا ما نعرف يهضر بالعربيه عاوتاني حيد. علاش؟ علاش الممارسات؟ علاش الممارسات؟ علاش؟ الا كنا بالفعل تنويريين، الا كنا بالفعل تنويريين خاصنا نشجعوا الفكر ونشجعوا الراي الاخر. الا كنا تنويريين علاش هاد الحرب دابا على هاد قال لك تسموا بعض العلوم التي تعاطى لها بعض العناصر المحافظه؟ اش كيقصدوا زعما الناس؟ يعني اش كيقصدوا زعما؟ اش كيقصدوا؟ واش العالم ضروري خصو يكون ملحد؟ واش العالم ضروري خصو يكون علماني؟ انا راه ما كنهضرش على الايديولوجيه، راه اللي عنده شي ايديولوجيه ولا تنظيم ولا شي حاجه ولا هذا هذاك نلقاه مع اصحابه. ولحين حنا كنهضروا على المصلحة الشعب، الصحة الشعب. الصحة ماشي مجال المناورة وماشي مجال ديال اللعب، وأي واحد تكلم في المصلحة ديال الصحة الشعب مرحبا به. والصحة الشعب يعني ديال الناس خصنا دائما نشوفوا إلا كنا بالصح تنويريين وحداثة ومعاصرة إلى غير ذلك، نشوفوا النمط ديال التغذية اللي كاين في أوروبا، ما نشوفوش النمط القديم، نشوفوا النمط الجديد اللي كيدعيو ليه الناس. راه هو هذا الشيء اللي كيقول، هو هذا الفايد، هذا الشيء اللي كيقولوا راه هو اللي كاين في أوروبا دابا. كيرجعوا للتغذية الطبيعية، كيرجعوا للأعشاب، كيرجعوا للحمية الغذائية، كيرجعوا للعسل، كيرجعوا للزيت البلدية، كيرجعوا للتوابيب، كيرجعوا لهادي، واللي مرض كيقولوا له سير للطبيب. هذه راه معروفة ومحسومة. علاش حنا كنبقاو نلويو الهضرة؟ راه قال لك لا، حق الإنسان يكفر بالطب ويكفر بهذا ويبقى مقابل داك الشيء. في عمر شي واحد سمعها على الفايد؟
في عمره دعا بانه قال لهم بعدوا من الطبيب، في عمره قال هالهضره ما عمرها كانت. كيقول لك اسيدي الاطباء راهم خدامين في الاختصاص ديالهم، حنا كنهضروا في التغذيه فقط. علاش كنصنعوا هذا المعارض؟ وعلاش في الظهر ديالنا مخبي داك المستفيد الحقيقي من هذه المعركه؟ يعني اصحاب الرواج علاش ما يخرجوش هما يواجهوه؟ علاش ما يخرجوش هما يواجهوه؟ قاعد غير هذا صحفي هنا، صحفي هنا، كاتب هنا، يكد حب العلميه والداو الشواهد وهذه 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 وهذه، يعني راه بالصحه وهذيك راه بالصح. كاين على كل حال نكتفي بهذا القدر. شكرا للاخوان والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.